السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثالث الابتدائي في مادة التربية الإسلامية. المجال الأول القرآن الكريم. درسنا لليوم حفظ سورة الشرح. هيا لنبدأ. أهداف الدرس: الهدف الأول أن يتلو سورة الشرح تلاوة سليمة. الهدف الثاني أن يذكر معاني المفردات الواردة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. طلاب الأعزاء، نبدأ درسنا لليوم ولنكن على طهارة كاملة وفي مكان هادئ. نفتح الكتاب المدرسي على الصفحة 80 وأستمع للتلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. في رحاب السورة الكريمة ذكر الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لا ننسى أن نقول عليه الصلاة والسلام، ما أنعم به عليه من انشراح الصدر وطمأنينة القلب، ثم بشر الله تعالى نبيه بأن كل شدة معها يسر، وأمره بالاجتهاد في العبادة والدعاء والرجوع إلى الله وحده لتحقيق مطالبه. ولا ننسى يا طلابي أن نفعل كما فعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلنجتهد في العبادة والدعاء لله عز وجل. أن استمعنا يا صغاري لتلاوة الآيات ننتبه لنطق بعض الكلمات بشكل صحيح. فالكلمة الأولى هي فانصب فانصب، فإذا فرغت فانصب. والكلمة الثانية وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب. هل تعلمون يا صغاري أن قراءة القرآن تزيد الحسنات؟ وكل حرف نقرأه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، يضاعفها الله إلى 700 ضعف. فلنحرص دائما على قراءة القرآن بصوت جميل، ولنكن على طهارة وفي مكان نظيف، حتى يذكرنا الله عز وجل عند ملائكته في السماء، ويكتب الملك الموكل بكتابة الحسنات حسنات قراءتنا للقرآن. بعد أن عرفنا فضل قراءة القرآن يا صغاري وتعرفنا سويا على نطق الكلمات، فلنسمع الآيات بأذن صاغية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
من خلال ما تعلمنا يا صغاري في الصف الثاني على ماذا يحتوي صدر الإنسان، على ماذا يحتوي في القفص الصدري، ماذا يحتوي؟ أحسنت، بارك الله فيك، توجد الرئة أيضا، ماذا يوجد؟ أحسنت، يوجد القلب، بارك الله فيكم. بعد أن انتهينا من الاستماع للآيات وتعرفنا على نطق الكلمات بشكل صحيح، هيا لنردد الآيات خلف المعلم حتى نحفظها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ ووضعنا عنك وزرك؟ ووضعنا عنك وزرك؟ الذي أنقض ظهرك؟ الذي ورفعنا لك ذكرك؟ ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. بسم الله. هيا يا صغاري لنتعرف على معاني المفردات الملونة باللون الأحمر ونستكمل ما بدأناه في الدرس السابق. الكلمة الرابعة أنقضى. معنى كلمة أنقضى أي أثقل. أنقضى ظهرك أي أثقل ظهرك. الكلمة التي تليها العسر. كلمة العسر معناها الشدة، فإن مع العسر يسرا أي مع الشدة يسرا. الكلمة التي تليها فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب معناها اجتهد في العبادة، معناها اجتهد في العبادة. الكلمة الأخيرة فارغب أي ارجع إلى الله. فارغب أي ارجع إلى الله. نستذكر مرة ثانية، أنقضى أي أثقل، العسر أي الشدة، فانصب أي اجتهد في العبادة، فارغب أي ارجع إلى الله. يا أبطال، من يصل معي بين الكلمة ومعناها؟ لنبدأ الكلمة الأولى أنقضى. ما معنى أنقضى؟ ما معنى أنقضى ظهرك؟ أحسنت، بارك الله فيك، أثقل، أنقض أثقل. الكلمة الثانية العسر. ما معنى العسر؟ بارك الله فيك، الشدة. الكلمة الثالثة فانصب. الكلمة الثالثة فانصب. بارك الله فيك، اجتهد في العبادة. الكلمة الرابعة فارغب. فارغب. أحسنت، ارجع إلى الله، بارك الله فيكم. شكرا لانتباهكم، ولا تنسوا يا صغاري حفظ الصورة ومن ثم تسميعها للمعلمة. أراكم في درس قادم، مع السلامة.